راح اروح المودي من بريطانيا الى الرياض بواحد باوند بس. بس قبل كل ذا خلوني اقول لكم كيف وصلت لذي المرحله. هلا ابو خالد، يلا حيه. الله يحييك. اسمع ابو خالد، انا سامع انك توك داخل كلان، امورك مضبوطه، فانا ابي وشو اول واحد خرج كلان يجي يصور معك، بصور معك مقطع ان شاء الله. يعني انت اول واحد من صناع المحتوى في هذا يصور معك اللي خارج الكلان ان شاء الله؟ ايه ايه. اسمعني بس. حلو. انت وذنيك هذه. اسمعني. ايوه. ها بس سهلة، وشو؟ أبيك تيجي أبو واحد داوند بس، فقط لا غير. أصلا تقصد واحد باوند؟ باوند، تجيني بواحد باوند، هذا واحد. أصلا تدري أني أنا في بريطانيا، متخيل واحد باوند يجيك بواحد باوند؟ مشكلتك يا أخي، وش دخلني أنا فيك؟ أنا بصور معاك، أنا تجي عندي بصور معاك حتى. والله شوف هي صعبة، بس يلا مقبولة، إن شاء الله أني أقدر أسويها. أول شيء، حلو. تجيني بواحد باوند، تمام؟ حلو. والله نزلت واجد بقناة، واجد إيه؟ واجد. اوكي ابيك تجي اللي عندي بس بعشر مقاطع. ابو خالد 10 مقاطع يا اخي، اسمع لمسه راسك، اسمع. طيب 10 مقاطع تصورها بس. حلو، بس اسمع 10 مقاطع ترى يحق لي لو بالمقطع يكون فيه يومين عادي، انام واقوم انام، لان هذه اوكي. يعني مثلا انزل مقطع بس يكون عادي، يكون يومين، يعني نمت وقمت ونمت وقمت باليوم ذا بنفس المقطع. اي عادي عادي. اي حلو. اي اي خلاص حلو تمام. أبد تم إن شاء الله قبل. تمام؟ إن شاء الله أبد. يا أخي اسمع يا أخي. ها. متأكد أنت؟ لا صدقني إن شاء الله سهلة. عشر مقاطع بإذن الله. إيه. نحتفل فيك بالفلة إن جيت وسويتها. والله إيه؟ أسوي لك حفلة. أني لا أقول ما أدري شو اسمه ذا وأجيب لك. إيه إيه صدقني إيه. وأنا بجيب لك هدية صغيرة تسهلها إن شاء الله. إن شاء الله. عاد ما أدري. أنت سفلة والله. والله انا ما قلت هديه، وش اصبر ما ادري. اي انا نفس هذه. انا جاهز يعني. ايه انا جاهز، وخليك قد التحدي. ابد ان شاء الله اني قد. وشوف من بريطانيا ان شاء الله الى الرياض بواحد باوند ان شاء الله. بواحد باوند صدقني. كيف مصابي كيف مختلفات. ايه اوكي. ايه والله ان شاء الله بواحد باوند. هي صعبة وترى بريطاني والله ما يدفعون، لكن ان شاء الله اني لا اشتغل اجيب لي شغلات. وعد ابد ان شاء الله. وعد صدقني اقل من 10 مقاطع وانا قاعد اطق عليك الباب. ويلك ذبيحة طيبة. الله يرفع قدرك يا ابو خالد. افعلها. ابد ان شاء الله ان شاء الله. ابد ازهلني ابشر بي والله. ها بنزل مقطع بقناتي. حلو. اوه هذا هذا هي هذا بتخليني اركض انا شكلي. بتخليني اتحدى صح؟ والله انا انزلها ان سويتها. الله يرفع قدرك يا ابو خالد، ازهلني ان شاء الله اني لاجي ان شاء الله ان شاء الله. خلاص ابد اعتمد. يلا ادلف. يلا بامان الله يا حبيبي. راح اقطع اكثر من 6000 كيلو متر من بريطانيا الى الرياض بواحد باوند بس. وزي ما تشوفون الحين انا قاعد ارسم خطتي اللي بتخليني اوصل الى مودي بواحد باوند. ومن هنا أقدر أقول لكم راح تبدأ رحلتي في واحد باوند بس. وبكذا حطيت آخر نقاط الخطة، وإن شاء الله أني أقدر أني أسوي هذا التحدي. طيب من هنا يا عيال راح أبدأ وأشرح لكم فكرة التحدي. أولاً أنا في بريطانيا ودفعت أصلاً أوريدي مبلغ بيتي قبل التحدي، يعني قبل لا يصير هذا كله، فأنا دافع أوريدي مبلغ البيت، فحرام أني أترك لأنه مبلغ مرة كبير وما ودي أسرف، فبالتالي بيتي راح يخلص بعد 5 أيام، وأنا في بريطانيا هنا راح اجلس اكثر لين اجيب مبلغ طيارتي. وفي بعض المساعدات اللي انتم راح تساعدوني اياها. بتقول لي وش المساعده؟ اول شيء على كل 1000 مشترك احصله من المقاطع راح تجيني في محفظتي 10 ريال. فعشان كذا يا عزيزي المشاهد اشترك واعطني لايك وانشر القناه عشان نحصل اكثر عدد مشتركين واحصل اكثر مبلغ ممكن يحصله من المشتركين، فبالتالي عشان اقدر اجيب طيارتي واروح لهم السعوديه. فهذا اول شيء تقدرون تساعدوني فيه. ثاني شيء راح يا عيال تكون بهذه السلسله على كل مقطع نسويه راح يكون في حاله من احسان نقفلها. عندنا 10 مقاطع، في كل مقطع بنحاول نقفل فيه حالة إحسان، وإن شاء الله أنكم ما تقصرون لو بريال ترى بيفرق. بما أن هذه السلسلة صعبة مرة حطيت بعض الأشياء اللي ممكن تساعدني، لأن مرة تحدي صعب وأنا الآن في بريطانيا ما عندي شيء، فمتخيلين من بريطانيا راح أدفع قيمة طيارة سكن أكل كل شيء هنا غالي، فلازم تكون في مساعدات عشان تمشي الامور. اول مساعده هي عيال راح تكون لي مكالمه واحده، والمكالمه دي اذا اتصلت وما احد رد خلاص تكون راحت علي الفرصه. وش ممكن اني اطلب من هذه المكالمه؟ اي شيء ممكن اني اطلبه في بالي راح يجيني، بس بشرط اذا وافق اللي اتصلت عليه. يعني كذا بيكون عندي وش محاوله واحده من اتصال واحد اطلب فيه اي شيء. هذه هي المساعده الوحيده اللي راح احصلها من هذه السلسله. فنقول بسم الله ننطلق في اول تحدي
من باوند واحد وش ممكن نحصل. ليتس جو. طبعا عيال الحين بروح للسوبر ماركت وبنشتري اول مويه في هذه السلسله لانها بتكسبني. بس قبل كل شيء عيال بيكون عندي لبس واحد استخدمه بالسلسله دي، فخلونا نطقم ونلبس اللبس عشان نبدا السلسله. هذه الشخصيه اللي قدامكم هي اللي راح تبدا معي هذه السلسله. اول شيء البنطلون ما هو جايز لي فبغيره الى اللون الاسود. والتيشيرت بغيره الى البلوفر لان هنا مره برد. وبنزود عليه برضو جاكيت عشان يتدفى اكثر. وبس كذا نضغط سلكت ونبدا التحدي. بسم الله ليتس جو. بنبدا بواحد باوند الى ان نوصل الى مودي. طبعا من التحديات اللي راح نوصلها ان عندنا اول شيء كفل بالطياره ونشوف ايش بنصير. الان الفكره اللي عندي ان شاء الله انه وشو ناخذ 1 باوند بنشتري مويه وبنحاول نبيعه. فليتس جو. في بقالة قريبة، هذه هي صح هي قدام. بس يا عيال لقينا البقالة، أزيد ما في المحل ذا، هذا كل شيء فيه رخيص ترى، يعني يمكن أشتري لي موية ما أدري بكم، إن شاء الله أقل من باوند. بسم الله نبدا نحاسب. 1 باوند اقل من 1 باوند معنا 25 هلله قصدي سن فحلوه هنا صح؟ اوه 50 باوند والله نايس مكسب. خلينا ناخذ مويتين ولا خلينا نجرب اول شيء عشان ما اخاف اني تهج معي. بسم الله اول 50 باوند راحت مو 50 باوند نص باوند دي ستيكات. اوكي ليتس جو. يا شعور ترى غريب، شعور انك بتبيع مويه ما عمري ترى ما عمري جربت الشعور هذا، فودي اتدرب يا اخي كيف ابي تمثال اتدرب عليه. هي هنا ها لابس هذه بنات هاي ديون واتر ايش فيك؟ عادي يا اخي تدرب. اي والله ترى تجربه زي احس شعور غريب بسال ما قدرت. والله ما قدرت والله يا اخي كيف ما عندي الجره والله عجزت والله. اكسكيوز مي دو يو ونت باي ا واتر؟ نو ام جود مان ثانكس شكلي خسرت يا عيال نص باوند خسرته. اتوقع المويه ما راح تنجح هنا بس ان شاء الله بنحاول. دو يو ونت باي ا واتر؟ يقول اتكلم مدري وش اسبان مدري اميغو كمان حتى انا اتكلم بعد اسبان. دو يو ونت باي واتر؟ دو يو ونت باي ات؟ يا هاو ماتش از ات؟ تو باوند؟ تو باوند يا باي دونت هاف ا ها يو دونت هاف ا كاش. اه يا كاش اي ونت كاش اي دونت هاف ا كاش. اه ريلي اوكي كان يو باي فور مي وات دو يو ونت؟ تو واتر اوكي ايه ابو البيعه والله حلوه. ايش هي وين ميبي وير ار يو فروم؟ باكستان سعودي عربيا. باكستان سعودي عربيا لايك يا يو نو اي وونت تو جو تو ماي كانتري وذ باتل اوف واتر جست بوتل واتر يو نو وات هاو اي دونت نو واي اي ويل باي واتر بوتل واتر افتر واتر افتر واتر اي ويل برينج ماني اند ذن اي ويل جو ماي كانتري بيكوز اي ام بروك ناو. يا ذاتس جود سو يو ار هير فور ترافلينج يا يس يا ام بترافل هذا this one أول مكسب اللهم لك الحمد. هي أول 2 باوند أخذناها خصمناها إن شاء الله إننا نكسب أكثر. يا أوكي هي أول بيع أول بيع اللهم لك الحمد. نو وي آر فينيش أول بيعة حصلنا من موية إلى 4 موية. ثانك يو. نو وريز. ثانك يو سو ماتش. Thank you so much. This one. Huh? No, it's okay. You buy it already. Yeah. Thank you so much. Hey, والله أحس يا أخي أحس غلط يا أخي إني أعلمهم تجارتي. قاعد أبيع لنا الموية وأشتريها من نفس المكان يعني غلط بس يعني الحمد لله. بديت تجيني الجرعة فكت السبحة ترى. هي السبحة بالبداية إذا فكت حلو ترى. Excuse me. Do you want to buy water? Do you want to buy water? آه شكلي خسرت ليه؟ وش ذي التجارة الغلط؟ يدي بردت ترى جامد. خليني أحط كذا أحط كذا ها يا عمري يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي الكاميرا مان أسطورة. في أحد صح؟ هذا اللي له المحل صح؟ هو اللي له المحل إيه طب نكبه بيقول لي ببيع ماء عليهم. هذه سلسلة قاعد أسوي سلسلة تشتري مويه؟ أول شيء والله ما عندي غير هاي ما أتوقع عادي ما أتوقع والله أعطاني نظرة اللي هاي ايه اللي هاي بس يلا اطلع خلونا نطلع اول تجاره فاشله. I didn't have key حشروني. Yeah, thank you so much bye. والله كانت تجاره حلوه بس للاسف ما نجحت. اللي حط الاجانب هنا ترى ما عندهم كاش مثلنا بطاقات نكبه. خليني ادخل على الدوري
هذي اللي حسوا فلوية. Hi. Are you thirsty? Do you want a water? Do you want a? Huh? No? Okay, thank you. قال لي no. وش أبي مكان فيه مزدحم والناس ممكن تصير عطشانة. نروح للسنتر. نروح. Let's go. فالمول ده يا عيال كذا يعني يمديك تلقى واحد الحالة تمسك في الزاوية تخليه يشتري غصب. بعدين تمسك في الزاوية يشتري 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 لين يشتري. أبيع على راعي الفود تراك ثلاثة. Hello? Do you want to buy water? Okay, thank you. Excuse me, do you want to buy water? Yeah. ما حد يبي يشتري عشان داخل المول. وين احنا بالضبط؟ وين احنا في الضبط هنا؟ الان احنا عيال داخل المول فان شاء الله نحصل زباين، احنا تقريبا هنا فبنقعد نفر المول كامل، ان شاء الله نحصل احد يشتري مويه، لان طيارتي لازم اوصل للسعوديه بواحد مويه. خليني اسال هذا راعي المحل. Do you want to buy water? I recording you for 2 pounds. Yeah. I want to buy water. You want to buy water? You, yeah. You looking to sell? Sell or? Yeah, sell. You looking to sell this water? Yeah. You saying you want to buy water? Yeah, sell water. Yeah, I want to sell water. It's really appreciate it. Thank you so much. But... Yeah, I think you are thirsty. ما ممنوع تصير. انطردنا من المول، طردنا قالوا ما راح تبيع. مشينا مشينا وين؟ وين نروح؟ جايز دي وانا سيل ووتر؟ والله ما حد بيشتري، شكل بضاعة الوتر هنا خربانة. اروح للدجاج، هو دجاج وش قصدي حمام؟ حمام توان وتر؟ موية؟ اشتري تكفون؟ طفران؟ خليني ادخل المحل ذا. هلو؟ دي وانا سيل ووتر؟ دي وانا سيل ذيس وان؟ ار يو ثيرستي اور نو؟ دي يو ثيرستي؟ يا؟ But this one is better. يا الله يا أخي تكفى قاعدة تمطر والله بأخسر وش التجارة دي. Excuse me, do you want to sell water? يا الله والله شكلها خسائر خسائر والله أحس إني توهقت حرفيا. Excuse me, do you want to sell water? أنا قاعد أدخل على المحلات، المحلات أصلا يبون فلوس غلط، المفروض إني أدور ناس أقصد اللي مو مطفلة. Excuse me, do you want to sell water? عيال المهمة الأولى إني أبيع ما أتوقع إنها فشلت. نروح نعطيها على الناس. غالي ترى والله بتطفر. لا الكاميرمان قال لي إنه بيشتريها بعشرة باوند. والله بتخسر. أنا دعم لك. اسع خلينا نسوي التحدي أخير. من باعت تشتري فهم؟ خلني أبيعها آخر مرة. والله عرضك حلو، عشرة باوند حلوة والله. عشان كذا خلونا ننطلق خلاص، بما إن الكاميرمان شراهن هو بيتصدق فيه لأنه هو اللي شراهن. Let's go let's go let's go let's go let's go let's go. أنت في مويه؟ هذه تو باوند الثانية. امسك. طيب عيال زي ما تشوفون الآن مطر وبراح أتكلم عن اللي صار ذا كله وأبدأ أسولف معكم. أول شيء صار معنا إن شرينا مويه بنص باوند. شرينا منها مويه وبعناها بأربع مويات. يعني كان بعنا مويه وشرينا اربع مويات، والحمد لله اخذنا اربع مويه وما قصر، فاخذنا الاربع مويه وما قدرنا نبيعهم للي حط هنا في بريطانيا ما يشترون مويه، انا ما ادري وش يشربون، كمان وش اللي تشربون عشان اقدر ابيع، لكن ما قصر يزيد شراهن تصدق فيه، فصفقه. فالان الحين عندنا زي ما تشوفون 10 باوند و50 بنس، فالصدق ما ادري ايش اشتري فيهن، ابغى قاعد اروق، ابغى ادرس، والخطه الثانيه اللي كنت بسويها اني كنت بشتري الكاميرا اللي اصورها وتطلع منها صوره فوريه، لكن للاسف انه طلع سعرها تقريبا 70 باوند وشيء غالي ما يمديني عليه وانا معي 10 باوند. طبعا عيال اتوقع فرصتنا الان هي عشان اجيب مبلغ الطياره هو اني اشتغل شغل واحصل منه مبلغ كبير، فخلونا ندور شغل لعله عسى ان نحصل لنا كذا شغله حلوه، لان زي ما تشوفون مره ما في شغل حرفيا. ف ليتس جو. اركض 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 اركض. انا قررت قبل لا اروح اشتغل بالمطاعم قلت ليه ما اجرب اخر تجربه، واللي هي اني اروح اشتري ورقه كبيره واكتب فيها انا ابيع ماء، يكون شيء تسويقي اكثر، لان بعض الناس يشوفون معي مويه ما يسالون، لكن لو كان اللوحه دي ممكن تجيب اكثر، يعني تجيب زباين لي اكثر. لكن في شيء قهرني يا عيال، تدري وش؟ صور المكان ذاك، كنت انا هناك يا عيال كنت بصور، قال لا هذه منطقه خاصه فينا ما تصور، قلت بس عشان المطر، قال حتى المطر اطلع برا. شيء غريب جدا، احنا مدسين ذي، شوف صور فوق. خلينا نشتري هنا في مكتبه. هنا نشتري هذه اللوحة. بس بيه لي قلم، بيه لي قلم. قلم معك انت واحد؟ يعني قلم ما يحتاج عندك. اوكي هذه كم سعرها؟ باوند و75. خلينا نروح نشتري. But do you have bag for it? Because it's raining now. 25. 25 سنت. اوكي عندهم خصم طلاب. Thank you so much. بالله ان شاء الله ان هذه تنجح، لان لو ما نجحت الخطه هذه باخسر. خلونا نروح البيت نكتب على الرواقه، لان المبلغ لازم نوزنه صح، ما ودي اخسر. لكن زي ما تشوفون مطر الان فما يمديني، فشكلها بتكون بكره، لان لو بفتح ذا بتخرب اللوحه، بخسر 1 باوند، ما ودي اخسر. وصلنا الى المحل، هنا اكثر محل ممكن تشتري منه اغراض.
واكل واي شيء رخيص مره رخيص رخيص. فلقمت العيش جوعان ما اكلت شيء من اليوم كامل، فبدور لي شيء اكله ننهي فيها اليوم تكون وجبه يعني عشان نرتاح. فسكرتي وراك، لا تفكر مره لان سكرتي وراك ترى قاعد يجي. خلينا نمشي. تدري سكرتي ورانا توي يفكر فينا. اجل عجل خلينا نشتري شيء قبل لا يجي. والله قاعد يفكر فينا ترى. بس خلينا نشوف هنا وش فيه رخيص. ها يزيد هذا ب80 باوند 80 بنس. وش ذا الرخص يا رجل، شكلي بتقض انا هنا. لا والله مره رخيص. هذا هو سكرتي طحنا فيه. طبعا انا شريت كروسان وماء وهذه فاتوره عشان المصداقيه 92 سنت غاليه مره، لكن مشي فيها يومنا. في بعض الاكلات موجوده في البيت ممكن نيم زي في كورن فليكس كنت شاريه، يعني شريته لي لازم اني اكله عشان ما حد بياكل غيري، فاذا ما اكلت بسرعه فدائما بيكون فطور. انا اروح البيت يعني صدق متعب منهك. لكن مكسبنا اليوم تقريبا كم؟ بطيح هذه اهم شيء. كم مكسبنا؟ 8 باوند تقريبا. طلع لكم فوق اتوقع بنحسبه. ف يب وصلنا ولله الحمد. يوم متعب، اكلنا جاهز، خلينا ننزل الجاكيت بس، ننزل الشنطه. طيب يا عيال اليوم يوم متعب، ان شاء الله اني اجديت فيه من 1 باوند صنعنا 8 باوند 30 سنت فمره حلو. زي ما تشوفون هي موجوده هنا. فصدق جوعان لابعد درجه، فان شاء الله انها تكفيني الكروسانة دي، لان هنا ببريطانيا مره غاليه. فلكن اذا جيت السعوديه يمديني اكل، لان تدرون بهذه تقريبا 4 باوند يمديني ب 4 باوند ادق لي فول كده تدبس دبس، لكن هنا لا ما يمديك، خاصه مويه يمديني اخذها من اقرب مسجد. طيب يا زي ما تشوفون هذه اللي ان شاء الله راح نبدا نكتب فيها بكره ونبدا نبيع، فان شاء الله اني يمدي ببدا اكتب الآن. بروح أجيب القلم من عندي يزيد وأجيكم. بسم الله خلنا القلم. فأول شيء راح نكتبه قحات وآلام التعب اليوم. ليتهم يحسون وأنا أكتب. الله صراخ. خلوني اوريكم اشوف كيف. هذا بيكون ووتر فور 1 جي بي بي، يعني جنيه بريطاني استرليني. الحين بدك تقول لي ليش خليت الفراغ هذا؟ عشان بعدين حط باوند ونص، فهمت يعني؟ عشان الفكر. اوه يا زين. والله الواحد ما يفقد النعمه الا بعد ما يفقدها صدق. ما ادري شلون استنى يعني. والله يا عيال قمت اتعب بدي اكل وانام. اليوم اللي بعد عندك سديه اللي صدق بنام بتجيها نومه للتاريخ، لكن اذا قمت لازم اكل اكله مره حلوه. ادور لي اكله رخيصه وحلوه تشبعني اليوم الكامل كذا اليوم كامل. باي. وصلت الليدل، بس الليدل ما راح يخلوني اصور بالكاميرا عشان كذا. وشو طلعت عيال من المكان سني طفرت، بس مو مهم بدينا نجيب اكثر من كذا. والله عيال شكله ما يطمن الصدق والله شكله ما يطمن. جبن مره كثير. المهم عيال تحدوني اني اخلص الاكل ذا ب 10 ثواني عشان سريع نبدا الشغل. خلونا نبدا. المنتج سريع المقطع. عيال اكتشفت معي 4 باوند فاصلة 88 سنت. صدق ما ادري ايش تسوي. عيال عندنا تحديث مره مهم الان، بعطيكم خطه اللي وش بسويها بالضبط. هنا قايم الصبح وعندي خطه واحده واللي هو اني ابيع كرتون ماء، لكن ما راح يكون زي العاده اني اقول تبي ماء. لا، زي ما تذكرون امس شرينا اللوحه وتقريبا كلفتنا تقريبا باوند و80 سنت او بنس. زي ما تشوفون هذه اللوحة ان شاء الله انه بيكون تسويق مرة حلو، مكتوب ووتر فور 1 باوند، يعني اللي ما يشتري والله ما لك داعي. خلونا نروح ننطلق. المحل هذا تقريبا كل شيء فيه باوند، فان شاء الله نلقى علبة الموية مرة رخيصة ما تتعدى 2 باوند، لان ما معي الا 4.88 بنس. فخلونا ننطلق ونشتري لنا موية. بسم الله موية. لقينا موية بس انها ب 2 باوند ونص. هذه الموية يا عيال زي ما تشوفون 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، فراح اطلع من 2 باوند 12 باوند. خلونا نجرب. ليتس جو. زي ما تشوفون 2 باوند دن. طيب يا عيال الان انا في بريطانيا وعندي 12 مويه راح ابيعها ب 1 باوند، والله التحدي صعب الصدق يعني، لكن ان شاء الله انه سهل. بسم الله خلونا نبدا. يلا بسم الله نبدا اول تسويق. مين اللي بيستقبلنا وبنبيع له مويه؟
بعد فترة طويلة من الجلوس اكتشفت ان ما حد يشتري، فقررت اني اغير الموقع، ممكن اني اكسب اكثر. فقررت اني اروح قدام المول اللي رحت له امس. خلاص هذا موقعنا الجديد، ان شاء الله في ناس بيشترون، كل ان شاء الله نلقى ناس. على الاقل يا اخي ابي ابيع بس ثلاث مويات، على الاقل اطلع راس مالي. ما حد بيشتري. والله هو اليوم هو بشكل ما توفقت يا اخي. وامس مطر يا اخي، اجواء بريطانيا متعبه يا عيال بشكل. فعشان كذا يا اخي حط لايك والله ترى مره يفرق، يفيدني يعني عشان اصابعي تجمدت. اليوم انا ما تعرف هو 1 باوند، كلهم يقولون يلا يا اخي تكون ريال بريطاني والله. شو هذا، بحاول اني اقنع، بعطيه وجه المسكين. هي شوف مسوي انه يفكر هناك والله. 1 باوند ثانك يو. هي تعرف اللي وريته قال كذا، يعني ترى ما شفتك يعني، لا تحدني. عرب ما تبون مويه 1 باوند والله. هي المشكلة، أنا قاعد أبيع موية أنا إن شاء الله لين ألقى طيارتي. شوف ولا خطي مو واضح. غالي والله ترى رخيص. والله رخيص، حرام عليك. أكيد والله رخيص والله. عندي 20 المشكلة. أوف. عندي كاش 20 باوند كاش. البوكس كله. ولا لا لا. لا عندي. لا ما عندي. يلا في أمان الله يا حبيبي. يا هلا. ريلي؟ قالوا لي روح هناك الله يهينك، هنا ملكية خاصة، هنا في بريطانيا عندهم ملكية خاصة ما تقدر تسوي فيها شيء، فالمول هذا يعتبر ملكية خاصة. فقالوا لي روح قدام موقع حلو تقدر تبيع فيه. ما أدري أدعي عليه ولا أدعي له. Do you want water? Yeah, 1 pound. Hey والله يقول لي على نفسك غالي. Do you want water? For 1 pound. يقول لي برو والله شكلي غالي انا، ما توقعت اني غالي. تدرون وش المشكله؟ انه في البقالات ترى اسعاره باوند ونص، يعني انا ارخص من البقاله، او البقاله تلقاها يمكن باوند الى 75 سنت. والله اعطاني نظره اللي بيشتري يا اخي يشتر. عيال انا اكتشفت للاسف ما حد بيشتري، طلع سعري غالي. فشكل اول مهمه فشلت. المهمه الثانيه يا عيال هي اني ابيع على حقين المعاهد الموجودين هنا في بريطانيا، ففي عرب واجد فان شاء الله يشترون. فليتس جو المهمه الثانيه. شباب في احد يبي ماء 1 باوند؟ الماء هناك ترى. تبي ما بواحد باوند؟ لا ما عندنا شبك، عندنا كاش حنا بس. اول تجاره خساره فشلت والله فشل ذريع. ثاني مهمه فشلت، فلذلك بتكون البحث عن وظيفه هذه ثالث مهمه، ومنها بعد برضو اني ابيع الماء. خلونا ندور. ليتس جو. تعال بسالهم اقول عندكم وظيفه؟ كتبت له دو يو هاف جوب؟ هي كان في وظيفه يا عيال. هي از هير. It doesn't come today here. It was in working. أول وظيفة ما فيه، الوظيفة الثانية. خلينا نسأل ذولي. Do you speak Arabic? Yeah, sure. Okay. عندك وظيفة؟ عسوة. وظيفة ساعتين. ثاني وظيفة ما فيه. Excuse me. Do you have a job? Do you have a job? Job unfortunately at the moment no. Just 2 hours. 2 hours. Yeah, I wanted to. I know what you mean, but the problem is time being. اوكي ثانك يو سو ماتش. ثالث وظيفه ما فيه. شوف البقاله دي. الو دو هاف جوب؟ دو هاف ا جوب فور مي؟ اوكي ثانك يو. رابع وظيفه ما لقينا، وعشان كذا قلت بدل ما اروح لكل محل واقول لهم عندكم وظيفه، قلت ليش ما ادق عليهم افضل. هذا ثالث شخص قاعد اكلمه والى الان ما فيه اي رد او اني القى وظيفه. فانا قاعد انتظر لين يرد هذا الشخص. الو دو هاف ا جوب؟ نو ماي انجلش از نوت جود. I'm from Saudi Arabia. تكلم عربي؟ حلو. من وين؟ من السودان؟ والنعم والله يا حبيبي. أنا صدق قاعد أدور شغل، أنا يوتيوبر وأحب إني أشتغل، فإذا عندك شغل لمدة 3 ساعات أقدر أشتغل عندك. أوكي، زين. خلاص من بكرة نبدأ. متى؟ 5 المغرب. خلاص أبد إن شاء الله. في أمان الله. Yes! Let's go! الحمد لله تواصلت مع واحد سوداني يشتغل هنا، قال عندي لك وظيفة محاسب. فيعني محاسب هنا في بريطانيا مرة حلو انك تحاسب، ان شاء الله بصورها. لكن قال لي ما تبدأ اليوم تبدأ بكرة. طلعنا اليوم بخسائر، لكن ان شاء الله ما تكون خسائر، لان المها وينه؟ الما وين؟ تجارتي اصبر. ايوه هذه. الحمد لله زي ما هي. والله يا اخي نسيتها اقسم بالله. تعبت. يا عيال الحمد لله لقينا مويتي ولقيت تجارتي، فاقدر اقول الحمد لله ان تجارتي ما راحت. عندي 12 مويه ان شاء الله راح ابيعها بكره. لقيت لي وظيفه عند السوداني ان شاء الله بشتغل معه، وعندي 12 مويه، فان شاء الله نحصل منها 12 باوند او على الاقل 6 باوند، يمكن ابيع المويه بنص، لان هنا مره ما يبون يشترون لان يقولون مره سعرك غالي. ولكن الاهم والاهم 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 انك تعطيني لايك لاني تعبت. لا امزح.
لا لا امزح امزح. الاهم يا عيال نروح ندور لنا اكله ناكلها لاني صدق جوعان. فخلونا نروح بقاله ناخذ لنا شيء ونروح البيت لاني صدق مره تعبت، ابي اكل وانام واقوم بكره اكمل شغل لان بكره يبدا شغلي الساعه 5 المغرب. فمتحمس للشغل. يلا ليتس جو. طبعا يا عيال هنا البقاله ما يمديك تصور داخل، فهذه الحل الوحيد اني ادخل بدون ما حد يشوف، لان عندهم يقولون كروسان مره رخيص. بسم الله. الحين معي باون 3 بنس قهر، بس يلا خلاص شرينا. بسم الله. كمية تعب من السلسلة ذي. لا تطيح الكاميرا تكفى. اوه هوا 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 زبدة يا عيال، اني مشيت 10 دقايق فتعب وبقي لي 10 دقايق على ما اوصل البيت وهوا ومرة يعني الحمد لله الحمد لله على كل حال. طيب يا عيال انا بتكلم على اللي صار قبل شوي. جاء واحد وقاعد يسب يزيد وقاعد يتهاوشي يقول لي ليش انت قاعد تصورنا وتصور المحل. فالحمد لله نجا السكيورتي اللي موجود قال لا هذا يصور مدري ايش وفيلم ويساعدنا فخله. قال كذا قاعد يفكر بيزيد قال يا فهمت ومشى، قاعد يهاوش ومشى. لكن الحمد لله انها عدت على خير ومشت الامور، لانها بغت تصير هوشه بين يزيد ذا لكن انا ما كنت ادري عنه لاني كنت احاسب. فالحمد لله انها عدت على خير. خلونا ننطلق للديت، باقي لنا 10 دقائق ماشي. طبعا عيال انا راح انهي هنا، هذه ميزانيتي، ميزانية ما تبشر بالخير لكن ان شاء الله نقول بكره وظيفتنا بتدخل مدخول مره حلو، لانه بيكون لي راتب وبنفس الوقت راح ابيع المويه اللي لي، يعني اقل شيء اقل شيء راح يكون معي 20 باوند، هذا اقل شيء، ف 20 باوند بتكون مره حلوه، يعني ما يقارب تقريبا 100 ريال، المبلغ ذا احمد ربي لكنه وشو ما راح يخليني اجيب التذكره في اقرب وقت، فعشان كذا لازم ادور اكثر من شغل. فيب اليوم الثاني انتهى، احس ما في وقت يا عيال تكفون، فعشان كذا الحل الوحيد اللي ممكن يساعدني انك تشترك الان في هذه القناه وعلى هذا المقطع وعلى كل 1000 مشترك راح اخذ 10 ريال، فالف ورا الف ورا الف ان شاء الله راح اطلع مبلغ خليني اقدر اعيش عيشه حلوه واني اجيب قيمه الطياره. المساعدات اللي عندي ما راح استخدمها، عندي المساعده اني اكلم شخص زي ما قلنا واتسلف منه مبلغ ويكون شخص واحد، فما اتوقع اني راح استخدمها وممكن اني استخدمها ما ادري، لان البدايه ما تبشر في الخير. برضو يا عيال حاله الحسام ذي لا تقصرون، قفلوها تكفون، خلونا المقطع الثاني نفرح فيها وانا باكل اكلي الان. اشوفكم على خير، مودي واصل لك ان شاء الله. والله التحدي صعب لكن ان شاء الله اني اوصل لك.